بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح ناخذ موضوع آخر من مواضيع السبنيتينج المهمة جدا، اللي هو كيف راح نقدر نحصل أو نسوي سبنيتينج بموجب عدد الهوستات المطلوبة من أدنى. بالمحاضرات السابقة من كنا نسوي سبنيتينج كنا نسوي على أساس عدد السبنيت اللي كان مطلوب من أدنى، لكن هسه راح نجي بصيغة أخرى كيف نسوي السبنيتينج بموجب عدد الهوستات المطلوب من أدنى. خلي ناخذ مثال طبيعي بدون سبنيتينج. على فرض أنه الاي بي الممنوح إلي أو المعطى إلي 192.168.5.0 والسايدر مالتي 24، هذا هو كلاس سي. مثل ما هو معروف ال 24 معناه 255 اللي هو عدد الواحدات، 255.255.0 هذا هو سميناه الديفولت سبنيت ماسك بالنسبة لي الكلاس سي، تمام. هسه خلي نفرض انه عدد الهوستات المطلوب من عندنا أن نعطي اي بيات أو valid host addresses عبارة عن 50 host. أنا عندي شبكة بيها 50 host، كيف راح أقدر أنطي عنوان لخمسين host؟ راح أجي مباشرة من هذا العنوان المعطى إلي، زين حاليا مدى أسوي subnetting، إذا أحول هذه إلى decimal. احنا نعرف هذا الجزء بالنسبة لي الكلاس سي هو network portion، وهذا الجزء هو جزء الهوست اللي راح يصير به التغيير، عدد البتات المستعارة من الهوست راح يصير على النيتورك، اذا راح يصير التغيير بهذا الجزء. اذا نرجع على نحول هذا الى باينري راح يعطيني 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 يعني هذا شنو؟ هذا هو هذا السبنيت ماسك، تمام؟ زين، إذا نجي نطبق المعادلات السابقة مالتنا، إذا نجي هنا هذا الجزء اللي قلنا دي يصير به الاستعارة، كم عدد البتات المستعارة؟ صفر، ما استعارينا ولا بت. إذن 2 أس 0 يساوي 1 سبنيت، يعني عندي شبكة واحدة، تمام؟ زين، عدد الأصفارة 2 أس 8 ناقصاً 2 يساوي 256 ناقصاً 2 يساوي 254 هوست بير سبنيت. أوكي، زين، هسا إذا نجي نقول أنا عندي شبكة، الشبكة مالتي عندي شبكة واحدة طبعا تبدي من 192.168.5.0 192.168.5.0 نخلي هذا نسوي بلون آخر. أوكي، 192.168.5.1 192.168.5.2 هذا راح يستمر لغاية 192.168.5.254 والبرودكاست راح يكون 192.168.5.255 هذا هو النيتورك أدريس، وذول عبارة عن الفاليد أو اليوزابل أو اليوزد فاليد هوست أدريسس، وهذا راح يكون البرودكاست أدريس، تمام. هسه من الواحد لغاية 254 أقدر أني أنطي 50 آي بي. ليش 50 آي بي؟ لأن كان المعطى اللي بالسؤال أو المطلوب من عندي بالسؤال هو 50 هوست. إذا إيش راح أقول؟ ببساطة راح أقول الرينج مالتي بين
من 192 168 5 1 لغاية إيش قد؟ لغاية 50 يعني 192 168 50. طبعا هذه كلها السايدر مالتي إيش قد؟ إيش قد السايدر مالتي؟ كم عدد الوحدات؟ 24 واحد. سايدر مالتي 24. أوكي. بالله خلي نحسب عدد الاي بيات اللي احنا حجزناه وما استخدمنا لغاية 254، يعني 254 هذا المتوفر إلي أقدر استخدمها ناقصا اللي استخدمته فعليا 50 حسب المعطى إلي بالسؤال. إذن البقى جد 204. لاحظوا شباب عندي 204 اي بي، 204 اي بي حجزتهم وما استخدمتهم، كأنه أنت مشتري فتشي بس ما مستخدمه. من ال 254 اي بي استخدمت فقط 50 اي بي، إذن هذه نقدر نقول ال 204 هي عبارة عن عدد الخسائر. المقصود بعدد الخسائر عدد الاي بيات أو الفاليد هوست أدريس اللي أنت صارت متوفرة عندك حجزتهم بس ما تخلي أحد يستخدمها، يعني حجزته وما تم استخدامه. هسه من نجي باتجاه السبنيتنج لحل هاي المشكلة نريد نقلل من هذا العدد إلى أقصى ما يمكن، وبما أنه أنا حاليا في صدد الفيكسد لينك سبنيت ماسك فراح يكون البلوك سايز مالتي كله متساوي، هذه حكينا بيها في المحاضرات السابقة. هسه نجي نسوي سبنيتنج according to what؟ according to number of hosts. نرجع كم عدد الهوستات اللي كان مطلوب عندي بالسؤال؟ 50 hosts. لاحظوا شباب هاي الخمسين أنا شو حسوي؟ هذا 50، الخمسين محصور بين 2 أس 5 اللي هو 32 و 2 أس 6 اللي هو 64. تمام، بما أنه 64 هو أكبر من 50 إذن راح أخذ 2 أس 6 وما أخذ 2 أس 5 لأن 32 ما راح يغطي لي الخمسين، ما ينطيني الخمسين اي بي، راح اخذ الستة. ما معنى الستة هذه؟ هذا عبارة عن عدد الصفارة. يعني شنو؟ يعني انا هسه من اجي اكتب السبنيت ماسك مالتي كلاس سي اخر اوكتيت، اذا 1 2 3 4 5 6 هاي عدد الصفارة. تمام، زين من اكمل لل 8 يعني هذه 7 8. تمام، اذا 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي، هسه عدد الوحدات ايش قد صارت؟ عدد الوحدات 26 اللي هو السايدر. عدد البتات المستعاره عباره عن 2، يعني من اجي على المعادلة مالتي ايش راح تكون؟ ناخذ هذا اللون، راح تكون 2 أس عدد البتات المستعارة اللي هو 2. تمام، يساوي ايش قد؟ يساوي 4 سبنيت. زين المعادلة الثانية 2 أس عدد الأصفارة 6، لاحظ هنا عدد الأصفارة 6 ناقصا 2 ويساوي 64 ناقصا 2 ويساوي 62 host per subnet. تمام، البلوك سايز راح يساوي 256 على عدد السبنيت ويساوي 64. إذن هذا هو البلوك سايز مالتي، هذا هو number of hosts per subnet. زين نجي نسوي أو نكتب الجدول مالتنا. كم subnet عندي؟ لاحظوا شباب ناخذ هذا اللون،
عندي أربعة سبنيت. هذا السبنيت الأول، هذا السبنيت الثاني، وهذا السبنيت الثالث، وهذا السبنيت الرابع. نعم، راح نبدي من 192 168 5 0. هاي الثلاثة بعد ما اكتبها لان هي ثابتة بالنسبة للكل، يعني كلاسي دوت 1 دوت 2 الى دوت 62 دوت 63. ليش؟ لان انا عندي البلوك سايز 64، البلوك سايز 64 والفاليد هوست ادريس من الواحد الى 62، هذا هو الفاليد هوست ادريس. تمام، زين، هذا شنو؟ هذا هو النيتورك ادريس. هذا شنو؟ هذا هو البرودكاست ادريس مال من؟ مال السب نيت 1. نجي نكمل. نعم، الورا البرودكاست ادريس راح يكون النيتورك ادريس مال السب نيت الاخر راح يكون البرودكاست ادريس مال النيتورك اللي قبله بلس 1، يعني دوت 64، لان يعني قبله كان 63 دوت 65 الى دوت 126 دوت 127. من ال 65 لغاية ال 126 هذا valid host address. تمام، هذا عبارة عن network address وهذا عبارة عن broadcast address. نكمل. ال 127 اللي هو broadcast address زايدا واحد راح ينطي دوت 128 129 لغاية دوت 191 190 وهكذا. إذن بالنسبة للصبنيت الثالث من ال 129 لغاية ال 190 هذا راح يكون ال valid host address، وهذا راح يكون ال network address، وهذا راح يكون ال broadcast address. أوكي، بالنسبة للصبنيت الرابع ال 191 زائدا واحد يعني 192 193 إلى دوت 254 دوت 255. تمام، من ال 193 لغاية ال 254 ذول عبارة عن ال valid host addresses، وهذا عبارة عن network address، وهذا عبارة عن ال host address. تمام، هسه ايش راح اسوي؟ راح اقول انه راح اخذ ال 50 host اللي اني اريده. تمام، لان احنا السؤال مالتنا شان كل هذه على مود ال 50 IP. راح اقول السبنيت 1، راح اختار السبنيت 1. تمام، من السبنيت 1 راح اخذ 50 اي بي، يعني راح اقول من ال 192 103 عفوا 168 5 1. والسايدر مالتي طبعا استعاريت، ايش قد السايدر مالتي هنا؟ 26. استعاريت بالتين زائدا 24 26، هذه 26 الى 192 168 55، ايضا السايدر 26. تمام، هذا هو الرينج ل 50 هوست. زين، خلينا نشوف هسه ايش كم اي بي حجزت وما استخدمتهم، كيف احسبها؟ انا لغايه ايش قد عندي من الواحد للاثنين، يعني عندي 62 62 ناقصا المطلوب ايش قد؟ 50 اللي استخدمتهم فعليا، يساوي ايش قد؟ يساوي 12. لاحظوا شباب الفرق، هاي ال 12 عدد الاي بيات اللي انحجز وما استخدم، حجزناه وما استخدمناه، انحجز وما استخدمت. بمعنى هذا ال 12 هو شنو؟ لاحظوا شباب، هذا ال 12 يعادل، هذا ال 12 يعادل ال 204. تمام، حتى تكون بالصورة، لاحظوا شباب، الحالة الأولى اللي احنا ما سوينا بها سبنيتنج عدد الاي بيات اللي تم حجزه وما استخدمنا 204، لكن من سوينا سبنيتنج عدد الاي بيات اللي حجزناه وما استخدمنا 12. لاحظوا بالسبنيتنج ايش قد قل عدد الخسائر. تمام، واحد يسألني
يقول لي زين احنا نقدر ناخذ الخمسين اي بي من السبنيت الثاني؟ الجواب نعم. الثالث؟ الجواب نعم. الرابع؟ الجواب نعم. انت هسه حاليا مخير بين هالاربع سبنيتات، اي خمسين تاخذ من اي سبنيت؟ فالجواب صح، انا اخذت السبنيت 1، انت تاخذ 2 3 4 الى اخره. اوكي، هسه راح اعطيك هوم وورك. اذا كان عدد الهوستات المطلوب عندك او المطلوب من عندك تلقي له اي بي هو 75، والاي بي الممنوح لك او المعطى لك 5024، كيف راح تحل السؤال بالطريقة السابقة اللي احنا حلينا به المثال مالتنا اللي كان عدد الهوستات المطلوبة 50 هوست؟ نعم.